الله يرحم الوالدين. حنا دابا هاد الواد مخلصين ود الواد الحار شحال هادي وحنا مخلصين وكنخلصو وباقي مكنخلصو وكنمشيو نعيش كاين النوبل الاولى والجاوجه والثالثه والرابعه والو حتى حنا غنجيو حتى قلنا غنجيو حتى واحد ما كيجي دابا حنا غير الحفاري والحفاري دوتو لنا البيار عرفتي دابا الحفره حنا ما عندنا البلاد صغيره ودايرين الحفره حدا البير كان دابا اللي تلوتلو البير كانوا حنا واحد عايشين واحد المشكل وكنخلصو كنا غير ما كنخلصوش ما كاين مشكل وتي قلنا غنجيو ما كيجيوش جاو النوبل الاولى وجاو الثالثه وجاو يضحكوا علينا. دابا نتوما كتخلصوا الشركه؟ انا كنخلصوا الشركه والشركه ما ديهاش فينا كاع هادي راه دابا اكثر من 10 سنين هادي وحنا كنخلصوهم وتي قلنا غنجيو ما كيجيوش قسمنا ومشينا لعندهم الاراضي المكتب ديالهم وتي قال لنا المدير حنا غنجيو كونوا هانين قسمنا للرئيس الرئيس قال لك واخا انا غادي نهضر وتا شي حاجه ما كاينه حتى شي حاجه ما مشناها للاسف. وبالنسبه للواد الحار دابا ما كاينش فين كتمشي دابا الصرف الصحي فين كيمشي؟ ما عندناش عندنا غير داك الصرف الصحي عندنا غير بالحفايه كاين دير حفيره صغيره كاين اللي عمرت له قالوا مرتي بزاف الله يرحم الوالدين ما خصناش نشوفوا من حالتنا وحنا خلاص مخلصين وكنخلصوا وشي حاجه ما كاينش وحنا كنطلبوا منهم ومن سيدنا الله ينصروا والله يعاونوا يشوفوا في هذه القبيله هذه هاد الدوار السطر ما عنده حتى شي حاجه ما بقاتلو حتى ما عنده حتى شي قيمه بداو لنا الواد وراهم مازال ما كملوش لا شو من هاد الدوار شو من هاد الناس حنا رحنا عايشين مع حنا ومرتين ومعذبين والله يهديهم. الواد الحار قتلنا الزيتون ما خلناش فيه وخنزنا الطريق الدراري كيقراو والمسائل كلها سيدي سي كنطلعو من هنا كلشي الخنز كيعطيه من كيطلقو علينا هاد الزوالت وراد الزيتون كله ماتنا وهاد السياسي ديال العامل اللي دخلنا في هادشي في هاد السلطه المحليه الله يرحمكم الوالدين شوفوا من حالنا راه دابا مخلصين حنا خلاصنا ومكملينو مفضيين ودابا ما بغاش هادي عامل باش مكملينو ما جابو الدواش لينا كاع ودابا كنطلبوا من الله والحكومه تدخلنا في هادشي سيدنا العامل. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.